جيمس ويب بيرصد دراما كونية بديعة وعظيمة في الوقت اللي بتحصل فيه اليومين دول، دراما أرضية سوداء، انفجارات كونية عملاقة بتخرج من رحمها أصول الحياة في الكون، وانفجارات كبيرة في الجسد الإنساني بتحصل على الأرض من 7 أكتوبر الماضي، فشتانة بين الحياة التي تخرج من عوالم بعيدة عجيبة وموت زؤام يحصد أبرياء وسط مسمع ومرأة أدعياء الحضارة المزعومة. اهلا بكم في حلقه جديده من انفوسفير ولاف معلوماتي. والحقيقه ان قله الفيديوهات طوال الفتره اللي فاتت ديت على القناه بسبب ان الواحد بيعيش ايام صعبه جدا، وكلنا بنعيش كده، بدايه من احداث 7 اكتوبر الماضي. كلنا شايفين الظلم الواقع على اخواتنا واشقائنا، وقلوبنا مفطوره عليهم وعلى اللي بيحصل فيهم. النهارده واستكمالا لسرد اخبار جيمس ويب واستكشافاته القويه خلال الفتره الماضيه اللي حبيت اشارك معاكم فيها اخبار جديده، لكن ده ما ينسناش قضيتنا المحوريه المهمه والتذكير بيها، وعلشان كده هنناقش مع بعض النهارده بعض الاستكشافات الدرامية العجيبة من جيمس ويب. وعلى الجانب الآخر لن ننسى أن نذكر عبر مهمة جدا في ظل الدراما الأرضية السوداء اللي احنا بنعيشها حاليا، علشان لازم يكون لينا ردة فعل قوية ومهمة في رسالة هامة في نهاية الفيديو. وبذكركم في النهاية بدعم إخواتنا بكل ما أوتينا من قوة متاحة. الكلمة قوة، وإرسال المساعدات قوة، والوحدة ونبذ الطائفية في الوقت ده قوة. نسأل الله تعالى أن يرحم الشهداء ويداوي الجرحى والمكلوبين، وأن يعم الأمن والأمان والسلم والسلام بلاد ما زالت تعاني طوال عشرات السنين لكنهم ما زالوا صامدين. فكل التحية لصمودهم، وكل التحية لمن يقف بجانبهم. تعالوا مع بعض النهاردة نتكلم عن 4 اكتشافات جديدة لجيمس ويب تم الإعلان عنها خلال الأسبوعين الماضيين، ونناقش مع بعض في نهاية الفيديو رسالة مهمة لنا نقدر من خلالها نفهم الأحداث اللي بتحصل من حوالينا، ونفهم إيه هو دورنا تجاه قضايا أمتنا وبلادنا ومجتمعاتنا. وما تنساش دعمنا بالضغط على زر الإعجاب علشان توصل رسالتنا، بالرغم من التضييقات اللي بتمارسها منصات السوشيال ميديا ضد أي حد بيحاول حتى يقرب من ذكر الحقيقة. ويلا نبدأ. تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكشف أسرار سديم السرطان ونجمه النابض. الكشف الأول هو انفجار من أروع انفجارات السوبر نوفا اللي رصدها البشر خلال 1000 سنة الماضية. موت نجم ضخم أدى لسوبر نوفا كبير حدث في القرن 11 وبالتحديد سنة 1054 ميلادية، الانفجار اللي سجلته الحضارات اللي كانت عايشة وقتها، واللي يعد من أندر انفجارات السوبر نوفا اللي عايشها البشر وسجلوها على مدار مئات السنين، وذكروه الصينيين في كتبهم ولاحظوه وسجلوا عنه علماء الفلك العرب، بل وسجلته قبائل الهنود الحمر الأمريكية على جدران الكهوف والجبال وقتها، طبعا قبل إبادة هذه القبائل من قبل الغزاة الأمريكيين من قرون، وما زالت الإبادة مستمرة. سديم السرطان اللي نشأ من الانفجار ده واللي بيقع على مسافة 6500 سنة ضوئية من الأرض والواقع في كوكبة الثور، التقى تلسكوب جيمس ويب أحدث صور للسديم الأيقوني بالنسبة للصور الفلكية الكتيرة اللي التقطت ليه قبل كده، وأشهرها كان صور تلسكوب هابل سنة 2005. تم التقاط الصور من خلال أداتين من أدوات جيمس ويب، كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة نيركام، وأداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة ميري. تم الكشف عن التركيبة المعقدة والمثيرة لسديم السرطان في صورة تلسكوب جيمس ويب الجديدة، واللي بتظهر ثروة كبيرة من العناصر اللي بيحتويها السديم، زي الكبريت المتأين اللي بيظهر في شتى أنحاء السديم باللون البرتقالي، والحديد المتأين اللي ظهر في الصورة باللون الأزرق، بنلاقي ظلال من الغبار الكوني الحاصل نتيجة الانفجار باللون الأصفر والأبيض أو البيج، وكمان الأخضر واللي بيدل على انبعاث السنكترون بشكل واضح في السديم. فريق من جامعة برينستون بقيادة عالمة الفلك تيا تمام عمل تحليل لبيانات جيمس ويب بخصوص سديم السرطان، وكان هدف التحليل ده هو معرفة وتحديد تركيبة المادة المغزوفة وخاصة محتوى الحديد والنيكل، واللي هتوفر دلائل وإشارات مهمة خاصة بانفجار السوبر نوفا اللي حصل من 1000 سنة في المنطقة دي. لو بصينا للشكل العام للسديم هنلاقيه بيشبه تماما صورة تلسكوب هابل الأيقونية للسديم من أكتر من 15 سنة، لكن رصد ويب للسديم بالأشعة تحت الحمراء بيكشف عن ميزات وطبقات جديدة لتكوين السديم. الرصد الجديد لتلسكوب جيمس ويب بيكشف عن وجود حبيبات الغبار في المناطق الوسطى من السديم، وهي التفاصيل اللي ما كانتش واضحة في الأرصاد القديمة للسديم. ومن أكتر الحاجات اللي أصابت العلماء بالدهشة هي التفاصيل المذهلة لإشعاع السنكترون اللي موجود داخل السديم، واللي هو عبارة عن إشعاع كهرومغناطيسي نشأ عن طريق تسريع الجسيمات المشحونة إلى سرعات تقترب من سرعة الضوء. تخيل سرعتها قد إيه؟ والإشعاع السنكتروني دوت بيظهر على شكل دخان كوني كنتيجة مباشرة للنجم النيتروني النابض في قلب السديم. النجم النيتروني الكثيف جدا واللي كتلته هائلة جدا لدرجة
لدرجه ان حفنه صغيره منه بتعادل وزن كوكب الارض او قريب منها. النجم النيتروني اللي في قلب سديم السرطان بيدور حوالين نفسه 30 مره في الثانيه الواحده، وده بالتالي بيديله قدره مغناطيسيه عاليه جدا بتخليه يكتسح الغاز والغبار اللي حواليه، وده اللي بيخليه مصدر طاقه مهمه جدا للسديم. الجسيمات اللي بتخرج من النجم النابض ده بتتفاعل بسرعات عاليه جدا، وهي المسؤوله عن تشكيل الهيكل او الحلقه اللي حوالين السديم، وبتصطدم الرياح العاتيه ديت الخارجه من نطاق النجم النيتروني بالمواد والدخان اللي خرج من انفجار السوبر نوفا سابقا. الموجات ديت اللي هي بتصنع صدمات بتعمل على تسخين الغاز والغبار في المنطقه الخارجيه، وده اللي بيخلي السديم يظهر بالالوان اللي احنا بنشوفها هنا، واللي بتختلف الالوان ديت وبتتباين حسب درجات حرارتها وتكوينها. الصورة الجديدة اللي التقطها تلسكوب جيمس ويب لسديم السرطان بتساعد علماء الفلك على دراسة أعمق للسديم وعلى ملاحظة التغيرات اللي بتحصل فيه بمرور الوقت. بتخلينا الأطوال الموجية المختلفة اللي بيرصدها جيمس ويب بتخلينا نعرف الأجزاء الباردة من الغاز والغبار في السديم والمناطق التانية الأشد سخونة من خلال النطاقات المختلفة للأشعة تحت الحمراء اللي بتظهرها كاميرات وأدوات جيمس ويب المختلفة. كمان بتعرفنا الصور الجديدة لسديم السرطان من خلال عدسات جيمس ويب، بتعرفنا تأثيرات خصائص النجوم النيترونية على سحب الغاز والغبار اللي حواليها، وبتخلي عندنا قدرات عالية في فحص المجالات المغناطيسية للنجوم دي وتأثيراتها على الوسط المحيط بها. سديم السرطان من أجمل وأروع السدم اللي بنشوفها في السماء، بالنسبة لي هو أجمل السدم. هل أنت متفق معايا إنه فعلا من السدم الأجمل؟ لو مختلف معايا في ده فاكتب لي في التعليقات إيه السديم الأجمل من سديم السرطان من وجهة نظر حضرتك. جيمس ويب يرصد دراما كونية عجيبة في عملية اندماج النجوم. من ضمن الأشياء الغريبة فعلا اللي رصدها جيمس ويب خلال الأيام اللي فاتت هو رصد إشعاع جاما من انفجار كيلو نوفا مرتبط اسمه العلمي GRB 23307A، وده الكشف الثاني معنا النهاردة. الغريب ان الجي ار بي نتج عن اندماج نجمين من النجوم النابضة النيترونية واللي اطردوا من مجرتهم في رحلة امتدت ملايين الكيلومترات، تقريبا مساحة تمتد حتى 120 ألف سنة ضوئية. تخيل رحلة هجرة من مجرة لمكان تاني امتداده 120 ألف سنة ضوئية، قد ايه كان الانفجار وقد ايه كانت الصدمة بتاعته. الاكتشاف ده كان من خلال تلسكوب جيمس ويب بالاضافة الى تلسكوب فيرمي جاما ومرصد نيل جيرلز سويفت التابع لناسا. اكتشاف الانفجار وظاهرة غريبة بتسمى بالكيلو نوفا او مستعر ماكرو، وهو نوع من الانفجارات الكونية الكبيرة اللي بتحصل ما بين نجمين من النجوم النيترونية او نجم نيتروني مع ثقب اسود. العلماء اكتشفوا عنصر نادر جدا في اعقاب الكيلو نوفا وهو عنصر التلوريوم، اندر العناصر التقيلة على سطح كوكبنا الارض، وهو مفتاح كبير لفهم كيفية تشكل وتكون العناصر في العمليات الكونية الكبيرة اللي زي ديت. والعلماء بيعتقدوا كمان ان العناصر اللي موجودة بالقرب من التلوريوم في الجدول الدوري زي عنصر طبعا اليود الضروري جدا للحياة على كوكبنا ممكن اكتشفها كمان في الكيلو نوفا المكتشف حديثا ده. اندماجات النجوم النيترونية عامل مهم وفرن كوني عظيم لإنتاج العناصر الأثقل من الحديد. اكتشاف الكيلو نوفا وإشعاع جاما GRB 23307A في مارس الماضي كان كشف عظيم ومهم، لأنه يعد تاني ألمع انفجار لأشعة جاما خلال 50 سنة اللي فاتت، انفجار ألمع 1000 مرة من الانفجارات اللي رصدها تلسكوب فيرمي قبل كده لإشعاعات جاما، واستمر لمدة 200 ثانية، ودي مدة كبيرة جدا مقارنة بالانفجارات السابقة. هل يشكل انفجار الكيلو نوفا المكتشف حديثا خطرا على كوكب الأرض؟ بتعتبر انفجارات الكيلو نوفا من أشد الانفجارات عنفا بعد انفجارات المستعرات العظمى السوبر نوفا. في دراسة جديدة من مجموعة من العلماء بجامعة إلينوي بقيادة عالم الفلك المشهور هايلي بيكرنز، قال فيها إن انفجار كيلو نوفا قريب من الأرض على مسافة 36 سنة ضوئية ممكن يسبب حدث انقراض كبير على كوكب الأرض، وإن الانفجارات دي ممكن تطلق نوع من الإشعاع اللي بيسبب أشعة جاما بيحمل طاقة كافية لتجريد الذرات من الإلكترونات في عملية بتسمى التأين، وإنها ممكن تعرضنا لجرعات قاتلة من الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية من الشمس ولمدة آلاف السنين. لحسن الحظ إن أقرب نجم نيتروني معروف بيقع على مسافة 400 سنة ضوئية من الأرض. يا ريت حضرتك كده تبحث وتدور وتكتب لنا اسم أقرب نجم نيتروني لكوكب الأرض. انفجار الكيلو نوفا اللي بنتكلم عنه بيبعد عننا 1500 سنة ضوئية، بالرغم من انه انفجار هائل وكبير لكن بعد المسافة بيحمينا عنه، الا ان هيلي بيكرنز بيقول ان المسافة المحددة للسلامة والمكونات الاكثر خطورة
غير مؤكده. ليه بقى؟ لان كتير من التاثيرات ديت بتعتمد على خصائص معينه زي زاويه رؤيه الحدث وطاقه الانفجار وكتله المواد المخزوفه، وبالتالي ممكن تكون الاشعه الكونيه الناتجه من انفجارات كيلونوفا قريبه مدمره جدا للحياه على كوكبنا. وبالرغم من كده فاخطار اكبر من الكيلونوفا هي اللي ممكن تسبب كوارث هنا على الارض زي العواصف الشمسيه المميته وتاثيرات الكويكبات، بل وانفجارات السوبر نوفا الاقوى بكتير من انفجارات واشعاعات مرتبطه بالكيلونوفا. جيمس ويب يرصد البوابه الكونيه الفريده للمجره M83 بتفاصيل غير مسبوقه. الدوامه اللي حضرتك شايفها دلوقتي من بوابه الى الهاويه او الى ثقب اسود عملاق، انما هي صوره جديده من تلسكوب جيمس ويب للمجره الحلزونيه M83 والمعروفه برضو باسم NGC 5236، وده الكشف الثالث معنا النهارده من جيمس ويب. بتقع المجره M83 في السماء الجنوبيه على بعد 15 مليون سنه ضوئيه من الارض. والحقيقه ان المجره ديت بتتميز ببنيه عجيبه وفريده من نوعها، واكيد حضرتك هتلاحظ في الصوره اتنين من الازرع الحلزونيه الممتده افقيا بعيدا عن قلب المجره، وبتندمج الأزرع ديت في شبكة واسعة وعريضة هائلة الحجم من الغاز والغبار. استطاع تلسكوب جيمس ويب أن يلتقط صورة أيقونية فريدة للمجرة باستخدام اتنين من أدواته الأربعة، نيركام وميري. بتمثل المناطق الزرقاء من الصورة توزيعات النجوم المتمركزة في وسط المجرة M83، وهنلاقي تشابك الأزرع الحلزونية في المناطق الصفراء الزاهية في الصورة، واللي بتدل على مشاهد الكونية عملاقة للنجوم الصغيرة الناشطة، بل ونجوم وليدة جديدة ما زالت بتتشكل. انطباعات الهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات الـ PAHs ظاهرة في الصورة، المركبات الكربونية المهمة في كيمياء الكون الحيوية. اكتشاف أقدم ثقب أسود بقلب مجرة في الكون المبكر. ونيجي لاخر كشف معانا النهارده في اكتشاف فلكي رائد. اكتشف تلسكوب جيمس ويب بالتعاون مع مرصد تشاندرا للاشعه السينيه ثقب اسود هائل الحجم في المجره المسمى UHZ1. هذا الثقب الاسود اللي بيقع على مسافه 13.2 مليار سنه ضوئيه، وبالتالي يعني الثقب دوت ممكن نقول انه نشا بعد ما كان عمر الكون 3% بس. الثقب الاسود المكتشف في قلب المجره UHZ1 واللي هي مجرة ضمن العنقود المجري أبل 2744، طبعا تم استخدام تقنية عدسة الجاذبية في الكشف ده، واللي استطاعت انها تكبر المنطقة 4 مرات كده علشان يقعد تلسكوب تشاندرا مدة اسبوعين يرصد هذه المجرة ومنطقة الثقب الأسود في نطاق الأشعة السينية الخافتة جدا. وبالرغم من كده قدر التلسكوب يرصد علامة على وجود ثقب أسود فائق الكتلة ينضج في قلب المجرة. هتلاقي ان الصورة اللي التقطها تلسكوب تشاندرا ظاهرة قدامنا باللون الأرجواني أو الوردي، وصورة جيمس ويب على يمينها وظهر المجرة فيها باللون الأحمر. بيمثل الاكتشاف ده هدف كبير لمعرفة كيفية تراكم كتل هائلة من الثقوب السوداء واللي كتلتها ممكن تكون مليارات من الكتل الشمسية، وكمان في الوقت نفسه موجودة في الكون المبكر. ازاي نشأت الثقوب السوداء هائلة الحجم دي في الكون المبكر وبعد وقت قليل جدا من لحظة الانفجار العظيم؟ هل الثقوب السوداء البدائية العملاقة دي نشأت من سحابة غازية غبارية وانهارت السحابة دي علشان تشكل الثقب الأسود دوت بطل حلقتنا النهاردة، ولا نشأت الثقوب السوداء دي من نجوم الجيل الأول الضخمة واللي انفجرت بعد كده؟ فريق البحث المسؤول عن الاكتشاف ده قدم أدلة دامغة على ان الثقب الأسود الموجود داخل المجرة اللي اسمها UHZ1 هو ثقب أسود فائق ضخم مع تقديرات تربط كتلته بما يتراوح ما بين 10 إلى 100 مليون كتلة شمسية. طبعا كتير من العلماء بيتبنوا النظرية الجديدة اللي بتدعمها ملاحظات جيمس ويب خلال الشهور اللي فاتت، واللي بترجح أن الثقوب السوداء البدائية نشأت من انهيار سحابة غازية عملاقة وليس من موت النجوم الضخمة من الجيل الأول. طبعا كنا اتكلمنا عن الموضوع دوت باستفاضة في حلقتين قبل كده، ممكن تشوفهم في الاي اللي فوق وكمان حاسبهم لك في صندوق الوصف. رسالة هامة: لما بنشوف الدراما الكونية في العرض اللي فات نجد عظمة الخالق في هذا الخلق العظيم، وبالرغم من مشاهدتنا الدائمة لهذه العظمة الفريدة في الخلق إلا أن هنا على الأرض بيمارس الإنسان أبشع أنواع الدراما السوداء من إزهاق أرواح الأبرياء من النساء والأطفال ومن ترويع للآمنين في بيوتهم وتهجيرهم من أرض أجدادهم، وبيقف الواحد عاجز عن المساندة أحيانا، وده لأننا عندنا أفق ضيق كده شوية في الأزمات والكوارث. استوقفتني بعض آيات سورة الكهف اللي بتتناول قصة ذو القرنين، فكرة إحداث تغيير حقيقي في العالم من حوالينا، والآيات بتشير لفكرة واحدة جوهرية ومحورية في هذا الصراع الدائر بين الخير والشر، فكرة آتيناه من كل شيء سببا، فبأسباب العلم نؤتى القوة التي سلبت منا،
وبأسباب الحياة نقطة العلو اللي هم عايشين فيه دلوقتي. وعلشان كده تأملاتنا في الأحداث مهمة جدا علشان تدفعنا لمعرفة الهوان اللي احنا فيه، وأننا لازم نأخذ بالأسباب، أسباب القوة والنفوذ والعلم. وسبحان الله تفوق ذو القرنين وساد العالم بقانون السببية، قانون العمل والعلم والمثابرة. وفي آية من الآيات في سورة الكهف بنلاقي التكرار في قوله تعالى فأتبع سببا. وعلشان حضرتك تأخذ عبرة من الأحداث دي لازم تتغير، لازم انت كفرد تتغير وتأخذ بالأسباب. لو كل واحد منا اتغير وغير الحواليه هتنهض أمتنا من تاني، لكن احنا مستعجلين عايزين نشوف آثار التغيير حالا وفي حياتنا. لكن لو عرفنا ان الهدف هو العمل وعدم انتظار النتيجة، علينا فقط ان نعمل. هنتغير حتما بعد سنين او عشرات السنين، مش مهم، المهم اننا نسعى للتغيير. وبداية التغيير هو احترام اسباب القوة، العلم. اسأل الله تعالى ان ينزل الرحمة والسكينة على قلوب الاطفال والامهات والشيوخ اللي بيعانوا في هذه الدراما الارضية السوداء، وان يثبت اهلنا هناك ايما تثبيت، وينصرهم ويقوي شوكتهم، وأن يجعل بلادنا وسائر بلاد العالم العربي والإسلامي وكل شعوب العالم الحرة الأبية في أمن وأمان وسلم وسلام. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.